هذه صورة كويس، الحين جالس أرفع الصورة، أبغى أجيب بالوضوح، كيف كنترول ال في الفوتوشوب، ها نختار الأبيض كده وكده، تزيد الأبيض وبعدين تسوي داكن كألوان يكون غامق شوية كده كده، انتهينا كويس. وبعدين نسوي حفظ كده، إغلاق حفظ ترجع في مكانها، تمام. نختار اللي بعدها كويس، هذا جالس تسوي كتاب حق التلوين كويس. بعد ما نزلت كتاب، الحين الكتاب هذا كنترول ايه، وهذه طريقة تمشوا فيه إذا حبيت يعني كويس. الصفحة يكون وراها أبيض، تمام، كل شيء يكون نظيف كده، انتهينا. لازم شوية يكون فيها تعديلات، حاجة بسيطة وبس، هو هاتي سهل عليكم. كنترول ال، بعدين حاجة بسيط كده، شوفوا يعني أزرق أشياء كده باين هنا، شيلوه، تمام كده أوكي. وبعدين إغلاق، إذا كان في ختم أو حاجة أي شيء يكون فيه تمسحوه عشان لا يجي عليكم كوبي رايت، تمام. نشوف اللي بعدها، كويس كنترول ال، كل ما يصير غامق كل ما يكون يصير كتابة أوضح، شوف كيف، كل ما يكون واضح كتابة إيش يصير أوضح بدل ما يكون خفيف. شايفين الوان كيف؟ كده اختفت الالوان، الخطوط اسود نسويها وضوح كده، هذه قفل لا تشيلوها، ها القفل اللي هنا في اليمين لا تشيلوها، عشان ايش؟ يسوي حفظ في نفس الورقة زي كده، اما اذا شلتها كويس او جت هنا ملفات تاني لازم تدخله في نفس الملف واحد، عشان وهي مقفلة عليه زي كده، تمام، عشان تيجي في نفس الصفحة، يا اما تيجي صفحة جديد يعني يحط في صفحة جديد الحفظ. كنترول ال،
يعني شيء بسيط أوريكم إياه عشان تفهموا طريقة العمل. كنترول ال أحسن شيء هو فوتوشوب. شايفين باينين واضحين هنا، شوف كيف غامق، خطوط واضح، هذه الخطوط شوية خافت كذا. كنترول ال وبعدين الابيض كذا نجيبها، وبعدين الخطوط السوداء. هذه هي طريقة الرسمة اللي أنا حاليا شغال فيه في الكتاب. كنترول ال لا تأخذوا صور حق أي ديزني أو عليها إيش يسموه علامة تجارية، لا تأخذوها نهائيا. الحساب حقكم هيجي له مشكلة، عمل حساب زي ميكي ماوس على أمازون، أي حاجة من الديزني ما تأخذوه. يعني أما توم جيري حتى أنا ما أعرف، حتى السبايدر مان كمان برضه ما أدري عنه كويس، بس انتوا حاولوا اكتر شيء ان خدوا شيء اللي يسهل عليكم. وشوفوا ان ديزني شغال وصور حقهم احنا ما نقدر عليه عشان شركة مصدقة وعليها علامة تجارية، هنا المشكلة يصير علينا احنا. هما يبغوا كتاب حقنا بتصميم حقنا زي كده، هذه برضه تعتبر تصميم حقنا تقريبا. وبس كتير
يعني حاسس اليمين شغالة كويس. خلينا نجرب. لا سويتها، خلينا نسوي داكة بس. هذه أرقام مو محددة، مو شيء تحديد. لما يكون ملون فوقته يكون تحديد، يعني نحدد الألوان وزي كذا. حاليا هذه مو محدد الألوان، قربنا ننتهي. أشوف عليكم تلوين، نختار لون، نختار لون أزرق. ناخذ اللي بيبيه، شوف كيف فكرة، شوف كيف كذا حركاتها. بس نحن نبغى من غير ملونين، نرجع ايوه كذا تمام. خلينا احنا زي كذا، زي حالتنا هذه احسن. طيب قربنا ننتهي خلاص، احنا كذا قربنا ننتهي. بعدين نشوف في أي من الكتب نختار. هذا هنا صفحة جالسين نصور، صفحة قاعدين نسويه. وبعدها احنا نفكر في أي كتاب ندخل الصفحة هذه عشان يناسبنا، يناسب الأطفال. زي عندك 8.5 في 8.5، أو نختار 8.5 في 11. تمام، نشوف في أي في الدفتر في الكتاب اللي هنسويه إن شاء الله، نفكر فيها فيما بعد. نقدر نحط في أي مكان اللي نبغاه، إحنا نختار مرة هنا مرة هنا. كنترول ال، هذه حاولت أسوي أوتوماتيك بس ما ضبطت معايا. نفس الفكرة، حاولت أسوي أوتوماتيك كله بس ما ضبط. وبعد ما ضبط خلينا نحاول بيدنا، ما مشكلة. أما مقاسات سهلة كده. انتهينا الحين، هذه آخر شيء تصوير. كده صفحة، انتهينا من الصفحة، صفحات الملون اللي بيرسموا فيها تلوين وزي كده. عيال كده انتهينا من هذا.
هذا ايش هو الكتاب ماي بوك يمكن فات كذا انتهينا خلاص ماي جنجل بوك تمام كذا الحين انتهينا يعني نختار ايش نوع الكتاب اللي نبغى نحط فيه كويس يعني مثلا خلاص نقفل هذا نخلي ستوب شوية هنختار شوف هذه كتب انا مرتب كل شيء جاهز شوف عندك مقاسات احفظوه هذا ركزوها شوف انا هديكم مقاسات حقت هذه الصفحات عشان ندبس معاكم لما ترفعوه بي دي اف فوق بعد نسوي بي دي اف تمام وترفعه فوق تجيك بالمقاس 100% شوف عندك مقاس 9 × 6 × 9 كويس هديكم مقاسات حقهم شوفوا تصوروا وترتبوا زي ما تبغوا شوف كويس هذا بعد ما انفتح كويس تدخل على التصميم 1 2 3 1 كويس وبعدين اعدادات لما تدخل في اعدادات عندك شوف 13.6 21.5 هذه تركزوا هذه مهمة هذه مقاس حق 9 × 6 كويس الكتب مقاس عشان ايش هي المقاس زي ما قلت لكم يا ان الخطوط اللي هنا اذا كانت ملونة زي دقيقة زي مثلا زي هذه الصورة هذه صورة ملونة يديك 100% في دخول الخطوط هذه تعبت فيها أنا وأديكم إياها هذه هي المقاس تركزوا على هذا 13.6 13.6 21.5 تمام هذه هي المقاسات لازم تركزوا عليها تمام تحطوا هذه المقاس وتنزلوه في الكتاب لما تحملوه في الكتاب هناك تحملوه في ايش في الانترنت لما تحمله تمام تحط ايش تختار الكتاب 6 × 9.6 تمام هذه هي اما 5.5 تمام هذه صفحة نفس الفكرة كويس برضو خدوا المقاسات عشان لا يتعب عليكم هذه مقاسة 20×20 كويس هذه ممتاز توصل 100% على هذه هي يعني ما عندكم في أي شيء تمام كتابة أيوة هذه كتابة فين هذه تكتبها شو كيف تنكتب زي كذا تنكتب كويس تمسحوها تكتبوها نفس الشيء الفكرة ان شوف نسوي كوبي بعدين نسوي ديليت عشان اوريكم اياه هذه ليش ما مسحت كويس دحين بمسحها بعد ما مسحت تمام شوف انا مسوي اختصار شوف تضغط الزر هذه ما ادري من فين جبتها هذه دحين ماني فاكر انا بس بحثتها في نفس يمكن في الادراج حرف الاي يمكن هذه هي تمام تضغط على دا او تخلوها هناك كويس بعد ما تضغط على دا في الادراج في الادراج مربعة النص هي كذا تختار تسوي مربعة النص مو شرط كذا وهو كذا لحد هنا بعدين سواها كوبي بيست كويس يديك نفس الشيء وبعدين تضغطوا على المربعات عشان يصير خطوط بعدين تختار المقاسات الكتابة شايف كيف هذه هي مقاسات هو حلو 12 يعني 12 كتابة عادية كويس ما يكون دارك يعني ما يكون دارك زي كذا خفيف كل شيء خفيف كويس اذا كانت انجلش هنا في جهة اليسار اذا كانت العربي جهة اليمين كويس او كتابة في الوسط كذا فاهمين هذه هي الفكرة طيب من هنا نخلص منه كويس ف
طيب تاني شيء المقاس 8.5 في 11، شوفوا مقاساته كمان برضو وريتكم اياه اول في المقطع الاول، يمكن هنزل على هذا الفيديو اشوف فيها صورة ملونة هنا جاهزة ولا لا. لا ما هي جاهزة. تمام. المقاس تصميم وبعدين اعدادات، عندك هنا 19.9 و 26.6 19.5 26.6، هذه هي مقاسات تمام اللي ينفع يجيك المقاسات 100% عشان تفيدك ترفعه على طول، ما عليك تجيبه. هذه نفس الفكرة، هذه لما تشوفوا هنا بعد ما تشيكوا هنا كم مقاسات، تروحوا على فوتوشوب تضغطوا كنترول الت اي، بعد ما تضغط هيديك الخيارات، تروح تكتبوا خيارات نفس هذه الارقام عشان الصورة تدخل في نفس الحافة اللي موجودة في الده. تمام، عشان ما تقدر يعني زي كده ترفعوا يعني تسووها كده وبعدين تسووها كده كده تتعبوا. كويس الفكرة كده تتعبوا، صورة تسووها كده وبعدين تنزلوها كده. تمام، هذه فكرة تعبانة، اما تسووا في الفوتوشوب اوتوماتيك جميع الصور يسووا لك اوتوماتيك. تمام، هذه الفكرة اللي انا مستعمل فيها. طيب هذه ثلاثة كتب اللي حاليا انا بنزل، دائما احمل هذه ثلاثة كتب، مرة انزل في هذه مقاسات، مرة على هذه، مرة على ده. ما عندي كتب تاني، في شيء كتب تاني؟ لا ما في الا هذه مقاسات. هي هذه مقاس كمان برضه نزلتها بس ماني فاكره 100% ايش الكتاب هذا. ايوه حق زمزم، اي في صورة يمكن. شوف هذه مقلوبة جت على هنا. كويس، تروحوا على فين؟ على الارض، بعدين تقلبوه على اليمين. هذه مو مشكلة، يمين يسار، هذه لكم انتو، مو مشكلة. هذه في اول صفحة كنت انا. في شيء تاني فاضية؟ فاضية ولا هنا؟ يمكن هنا فاضية، ما في الا حاجة بسيطة. كويس، عندك هذه مقاسات، نديك هذه المقاسات. هذه مقاسات حقت ايش؟ هذاك واحد يقرأ قصة، يعني تكتب فيها قصص. كويس، من صورة ملونة أو قصص زي كده، ويمكن هذه نفسها يمشي على إي بوك برضه، يمكن ما جربتها بس 9.6 هذه ظبطت معايا هناك، بس شوية تعديل الصور، صور يبغى لها تعديل. تمام، أما هذه هي كده ومقاسها تصميم وبعدين إعدادات. هذه مقاسها 11.8 واللي تحت ارتفاع 19. تمام، 11.8 تاني 19، هذا هو مقاسات اللي تيجي على ده. تمام، هذه كتاب على مقاس، ايش كان مقاسه؟ دقيقة خلينا نشوف ايش كانت مقاسه. 5.25 في 8. تمام، هذه مقاس اللي انتم تستعملوها. تمام، هذه كلها مقاسات وريتكم اياها.